حبيباتي، كي راكم بخير؟ شراكم ان شاء الله كاع نلقاكم بخير. اليوم جبت لكم الوصفه تاع كاطو دي بولات وكاكاوات، الزور في اللون السيب بيرونيت الكاطو لي بولات وكاكاوات، تسمى تين بولينا كاينين سس الكاكاو. هي دا شي ساعه باش نتقيسه سلكاس ساعه سكر 250 غرام باش نتقيس خص الكاس باش يونيك ساعنا الميزان. هادي هادي قيس الكاس هكا. دوك انا عندي البنات جوج 250 غرام سكر كلاصي، باكي تاع مارغارين تاع 250 غرام كيف كيف هو السكر 250 غرام 250 غرام، 3 صفار بيض، كاس تاع كاوكاو مرحي شويه هكا شويه فيه كيما طعام مخلط رقيق، مغرفه تاع ماكله تاع لافاني، وربع مغارف تاع الماكله تاع الزيت والفرينه واش لي نطمو درهم ده هضره شي طحس قبيلي. نغاوني 250 غرام سكر كلاصي، 250 غرام مارغارين، 3 اوراق تملات، الكاس الكاوكاو يزد ما مسكسو، فنجاوك الماكله لافاني، 4 غنجاوني الماكله الزيت سانغو. فوالا دوك حنقيسو كاس باش نشوف نعطيكم شحال يدي. 250 غرام بسم الله، درنا كاس سما زوج كيسان زوج كيسان ثلث تاع الكاس، سما زوج كيسان ثلث تاع الكاس صافيك 250 غرام هكا. عندي باكي تاع مارغارين، عندي لافاني، هاد الكاطو تحب لافانيا، عندي ربع مغارف تاع الماكله تاع الزيت، حتى زوج ثلاثة أربعة، ونزيد هذاك الكاوكاو نزيد، حندير غير هذاك الصفر تاع البيض بسم الله. الله يبارك داك الصفر، وهاد البلونطاني سحقو خطره اخرى ديروا في الكاطو. دوك نقي البلون طرافاي ونقولي لعندكم رشه ملح مهمه بزاف في الكاطو، سما خدم غاس رشه تاع من الملح نكاو ندير ناس قبيلي نخدم شط الملح. فوالا هاد الكاطو نديروها من بعد كي نكملوها كاع. دوك طيب غير الديبولات وحدها، ابخي كي طيب كاع نعاود ندير لها لا جولي ونزيد لها لي كاكاوات من الفوق، ومن بعد تشوفوا لا سويت ان شاء الله. هاد الكاطو تقولوا لي علاش ما فيهاش لا ليفير، باسكو فيها الزيت وفيها مارغارين، وهذه ما حبيتش دي فورميلي حبيتش ندير لها لا ليفير. كاتو هادي تمديني واش راه نخدم غا لا ليفير الكاطو كي باش يتختار راه تقي ما كنت حبويت. نعجنها كاع بيدي، وهاد المارغارين نحيوها شويه من قبل، نحيتها لي
بالليل باش هيك تجينا رطبه سهله. اسمها تشوفوا اليوم شي كيما البارح كي درت الكاطو جات لي شويه يابسه، ينحيتها بكري جاتني سهله في التخلاط. هاي دوك ندير شويه الفرينه. بسم الله على بركه الله، ما تسرعوش تفرغوا بالخف. هكا نفرغوا نفرغوا الفرينه بالعقل، ما تفرغوش بالفوا. سمريت الفرينه في بريد، سمريت شي البنات شحال خرجوني الحبات، خرجوني 43 حبات. حبيت نوريلكم وحده كيفاش جاتني. هاوليك هكا لازم تجيكم هكا تتبسس، شاده مليح روحها باش كي ديروا لها هكا ها حتى وين تعبزوها مليح، باسكو سينو يطلق لكم داخل الفرن هكا كيما ستيل تاع غريبيه. شنو شاده مليح روحها ها هكا. دوك نديرهم في الفرن 180 درجه كي طيب نولي لعندكم. لي كاطو تاعي طيبتهم معاكم، هاهم ليك خلاص طابو، هاهم ليك خفاف. دوك حنطلسهم من الفوق بالمعجون تاع لابريكو، بعد نزيد لهم ثاني ديكوراسيون تاع الشوكولا هادي في جي كاو اولي هكا. انا درت واحد مرسو هكا هذا الشيء على بها بارطاجيتها معاكم باش تشوفوا كيفاه. دوك حنطليها كاع نزيد لها كاوكاو. انا جبت الكاوكاو تاعي هاوليك باش نرمدهم لداخل. دوك نطلسهم بالمعجون هكا من الفوق ماشي غير شويه هاوليك هكا، وندير الحبه هكا ماشي كاع غير هكا اللي من الفوق هاوليك هاوليك هكا. كي نكمل كاع نولي لعندكم البنات. هاوليك البنات بعد ما درت لهم كاع الكاكاوات من الفوق كاكاو مع المعجون، هاوليك درت شويه هكا باش تشوفوا. انا دوبت الشيكولا تاعي وبماغي بحمام مائي هاوليك، فانا نسفسي شي طوحه كي الشيكولا بعد ما نستخدم الكاكاو والمعجون ولا نستخدم كاشات من الشيكولا. دوك حنديرو هكا شويه الشيكولا هنا نقطه شي بسيف جمد وراه، مهم بتي ديكوراسيون هكا هايلي. نزيد لها اللي حبت دير كاوكاو، بدينا بالكاوكاو نكملو بالكاوكاو، اللي حبت دير اللوز اللي حبت دير نواد كوكو شاكي سونغو هكا. كي نكمل كاع ان شاء الله نولي لعندكم البنات. هاوليك البنات بعد ما طابولي درت لهم الكاوكاو تاعهم، درت لهم الشوكولا مع الكاوكاو تاني من الفوق. هادو اسمهم لي بولات دو كاكاوات هاوليك، ان شاء الله يعجبوكم البنات. ماذا بيا نشوف التعليقات تاعكم وديروا لي جيم بارطاجيو، ماذا بيا تدعم الفائده. هاكا في قشيشين اذن لي بولات لي تخمع كاس الكاوكاو شوكولا الكاوكاو، ان شاء الله وني يعجب. بارطاجيتي ويداكي السلام، اكنا تعوم الفائده بصحه والراحه.